500 يوم على اعتقال الآلاف من المناهضين لانقلاب الميليشيا على الدولة والإجماع الوطني، فترة كانت كافية لإجلاء حقيقة الانتهاكات متعددة الأوجه التي تمارسها ميليشيا المخلوع صالح والحوثي الانقلابية بحق المعتقلين عبر التغييب والتعذيب والقتل المتعمد. اختارت الميليشيا أن تحتفل بذكرى مرور 500 يوم على بدء الاعتقالات الشاملة للسياسيين والصحفيين والناشطين والحقوقيين بطريقتها الخاصة في هذه القرية المعروفة باسم الحقب من مديرية دمت بمحافظة الضالع. وفي ظل الهدنة الإنسانية احتفلت الميليشيا عبر اقتحام القرية واعتقال 40 شابا من أبنائها. الذي جرى أمس هو يعني اعتقال واسع، وهو ليس الأول من نوعه، بل تمت هناك اعتقالات، ولكن هذا يعني كان بشكل أوسع، حيث تم اعتقال أكثر من 40 شاب وأيضا فلاحين مسنين وحتى أطفال. وكان الهدف هو العبوة الناسفة الذي زعموا أن أهالي القرية زرعوها، مع أنه ولا شك تزرعها هذه الميليشيات. كان الشباب المستهدفون جزءا من ثورة 11 من فبراير السلمية، وكان الحوثيون يقيمون في خيمة مجاورة في نفس الساحة، لكن هؤلاء تحولوا إلى أداة لملاحقة الثوار واعتقالهم وتعذيبهم، لأن مشروعهم كان الاستيلاء على السلطة، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا التحالف الوثيق مع الجلاد نفسه. أنا واحد من المختطفين، شلوبني ولا أدريت أينهم. هؤلاء النساء لا يكفين عن الوقفات الاحتجاجية في وجه السلطة الميليشياوية الغاشمة في صنعاء، يبحثن ببساطة عن أبنائهن وأزواجهن المسجونين بلا عنوان والمعذبين بلا تهم ولا جرائم. أي جريمة أبشع من التي ترتكبها الميليشيا هذه الأيام؟ فالبلاد وصلت إلى حالة غير مسبوقة من الفشل. مئات الآلاف من الموظفين الذين اختطفت الميليشيا مؤسساتهم أصبحوا بلا مرتبات منذ 3 أشهر، فمن هو الأجدر بأن يعتقل ويحاكم ويدفع به إلى مزبلة التاريخ سوى هذه السلطة الكهنوتية وميليشياتها الطارئة على اليمن الجديد الذي لن يعود أبداً إلى الوراء؟